اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الصحه والجمال في مصر والوطن العربي، وحلقه جديده من برنامجنا الناس والقانون. وموضوع حلقتنا النهارده مميز جدا. حلقتنا النهارده بتتكلم عن شروط كتابه ايصالات الامانه واحكامه. عشان كده النهارده ضيفنا العزيز استاذ رامي صبحي شفيق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بحضرتك اهلا استاذ وسهلا رامي، بسيادتك، اهلا وسهلا شرفتنا. بيك، اهلا وسهلا. موضوع إيصالات الأمانة ده موضوع مؤرق جدا للشعب المصري كله، كل واحد بيكتب إيصال أمانة للتاني. فحضرتك عايزين تشرح لنا بشكل أفضل إيه هي شروط إيصالات الأمانة؟ أول حاجة شروط كتابة إيصال الأمانة إيه هي؟ هو في البداية طبعا أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر كل أسرة البرنامج على الاستضافة الجميلة ديت. احنا هنتفق على شيء من الاول، احنا هنتكلم بطريقه بسيطه بحيث ان المشاهد بتاعنا توصل له المعلومه بطريقه سهله ومبسطه. ايصال الامانه دوت هو عقد من عقود الامانه. العقد ده بيبقى فيه 3 اطراف، وليكن الف وب وجيم. مضمون ايه الايصال دوت؟ مضمونه بيقول ان الف استلم من ب مبلغ وقدره كذا، وذلك على سبيل الامانه لتسليمه للطرف الثالث اللي هو جيم، هو بيوقع على الايصال. فأنا النهارده علشان حد يوقع لي إيصال أمانة يكون شروطه صحيحة وما يكونش فيه مشاكل بعد كده، في بعض النقط اللي أنا لازم أخلي بالي منها. إيه هي النقط دي؟ زي ما طبعًا قلنا إن إيصال أمانة بيكون بين 3 أطراف، فطبعًا ما ينفعش إيصال أمانة يكون فيه أقل من كده، ما ينفعش إيصال أمانة بيتم بين طرفين. طب لو هو في حالة طرفين ما يبقاش إيصال ما أمانة؟ يصبحش إيصال أمانة، بيصبح ورقة عرفية عادية خالص، ما بيصبحش إيصال، لأن طبعًا قلنا شرط من شروطه إن هو بيتم بين 3 أطراف. طب حضرتك توضح الثلاث أطراف بيبقى مين ومين ومين؟ 3 أطراف، الشخص اللي بيوقع على إيصال الأمانة اللي هو الأول دوت اللي هو الشخص مستلم الأمانة، الشخص الثاني اللي هو استلم منه تلك الأمانة، الشخص الثالث اللي هو الأمانة دي هتروح له أو هتوصل له. ففي حالة إن هو ما وصلش الأمانة ديت بيكون هو مبدد وخائنا للأمانة طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات. فالنهارده عشان أكتب إيصال صحيح لازم يكون زي ما قلنا 3 أطراف، لازم الشخص اللي هيستلم مني مبلغ ايصال امانه يكتب ايصال الامانه بالكامل. طبعا حضرتك النهارده هتوقعي لي على ايصال امانه، ما ينفعش النهارده انا اجي اكتب الايصال وسيادتك توقع عليه، لازم اللي هيكتب ايصال امانه يملا بياناته بالكامل، بدايه من كلمه ايصال امانه اللي بتبقى في الاول خالص نهايه بالتوقيع. دي النقطه الثانيه. طبعا البيانات اللي في ايصال الامانه لازم تكون بيانات واضحه جدا، يعني الاسماء بتبقى رباعيه، الشخص اللي هيستلم مني الامانه دي يكون موضح عنوانه تفصيليا، رقم البطاقه يتكتب بالكامل، ال 14 رقم من 6 ارقام، لان ودي حاجه مهمه قوي، نقطه الارقام البطاقه تتكتب بالكامل. تمام. فبكده انا لما اعمل الاجراءات دي اكون انا كتبت هنا ايصال بالطريقه الصحيحه. هل شرط ايصال الامانه يكون مطبوع ولا مكتوب بخط الايد؟ لا دي ما فيهاش مشكله، انا ممكن اكتب الايصال الامانه بالكامل بالايد، او ممكن استخدم النسخ اللي هي المطبوعه اللي بتستخدم في المكتبات. بس لو هستخدم النسخ المطبوعه زي ما قلنا الشخص اللي هيوقع على ايصال الامانه هو يملا كل البيانات بنفسه، ومحدش يكتب غير الشخص اللي هيستلم البيانات دي ويملاها بالكامل، ما يسيبش اي بيان فاضي. يعني ممكن حضرتك ينقل ممكن نفس النص المكتوب في ايصال الامانه اللي هو مطبوع في المكتبات، ممكن ينقلها خط ايده ويستوفي كل الشروط اللي فيها. هو ايصال الامانه بيكون المطبوع بتاع المكتبه بيكون مكتوب، وطبعا الاسماء فاضيه والمبالغ فاضيه، فهو بيملاها بنفسه، ده المقصود. تمام. طيب هل ايصال الامانه بيكون بتاريخ محدد ولا حضرتك تفضل ان هو يكون من غير تاريخ؟ طبعا هو ايصال الامانه مفيش حاجه فيه اسمها تاريخ استلام الامانه، او مفيش حاجه فيه اسمها تاريخ استحقاق تحت اي مسمى، مفيش اي تاريخ خاص بتسليم تلك الامانه تحت اي مسمى. ولكن احنا هنا طبعا ممكن لو هنكتب تاريخ نكتب تاريخ تحرير الايصال، يعني بعد ما اكتب الايصال كله واوقع في الاخر اكتب في الاخر تاريخ لتحرير الايصال ده. بس انا مش بفضل طبعا ان احنا نكتب تواريخ على ايصالات الامانه، وعشان ما اخشش في جزئيه انقضاء، لان انا حطيت تاريخ فانا هبقى كده لو التاريخ ده عدى عليه مده 3 سنين طبعا الايصال ده هينقضي حقه الجنائي. فانا مش بفضل نكتب ايصالات، لان بعض الايصالات بتقعد مده كبيره، فمش بفضل انها تتكتب على التاريخ. بس لو كتبنا يبقى تاريخ اللي هو تاريخ تحرير فقط، مش بيتكتب اي تواريخ تانية. يعني كتب تاريخ التحرير لكن ما يكتبش تاريخ لو لانتهاء هنكتب العقد. نكتب تاريخ تحرير، بس يفضل ما نكتبش تواريخ خالص. تمام. طيب هل قائمه العروض، وده السؤال بيجينا على طول على صفحه البرنامج، قائمه العروض بتعتبر نوع من ايصالات الامانه؟ طبعا قائمه المعلومات الزوجيه هتلاقي السؤال ده بيجي لي كتير في معظم الزوجات اللي بترفع دعاوي خلع على زوجها. طبعا الزوج عشان ترفع دعوى خلع على زوجها فهي بتقوم بتتنازل على كل حقوقها الماليه ما عدا قائمه المنقولات. قائمه المنقولات الزوجيه هي عقد من عقود الامانه تحاسب مثلها مثل ايصال الامانه بالظبط، وملهاش اي علاقه بدعوى الخلع نهائي،
يعني النهارده الزوجه بترفع دعوى الخلع، وبعد ما يتحكم لها بالخلع بنرفع عادي قائمه المنقولات وبيتحكم لنا بيها، سواء انه بيرد القائمه دي او بيتحكم عليه بالحبس لو ما التزمش على الرغم ان الخلع انها بتبقى مثلا متنازله عن جميع حقوقها. ما هو عشان قائمه المنقولات بتعتبر عقد من عقود الامانه، لكن ما تعتبرش من لا لا لا، حتى هي لما بتيجي بتنزل في جدول المحاكم بتنزل كجنحه تبديد منقولات زوجيه. تمام، معانا اتصال هاتفي. ام احمد اتفضلي. الو، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الاستاذ؟ استاذ رامي مع حضرتك، اتفضلي. شكرا. يا استاذ لو سمحت. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. كان في مشكله بين جوزي وبين ابويا، وهما الاثنين مشتركين في بيت. تمام. فالبيت ده اتحل عن جمعيه الوقايه للجريمه، فالحكام عطوا كل واحد حقه، عطى ابويا حقه وعطى جوزي مع اولاده في ورق رسمي. تمام. فالولاد انا خدتهم وربيتهم، وصلوا للجامعه واتجوزوا وكده. تمام. فدلوقتي هو اتجوز، ابو العيال طلقني واتجوز، واملاكه بنصيب الولاد يانا عطالي مراته، وكتب ورق. تمام. وهو يعني قدام الناس ان هو ما حلتوش حاجه، لو رفعنا قضيه بالورق اللي معانا وفي حق اولادي باسم ابوهم معانا في الورق، هنوصل لحل في المحكمه ولا هنلف على الفاضي؟ هو حياتك مطلقه بموجب ايه؟ بموجب حكم ايه؟ حكم محكمه ولا مطلقه؟ من المحكمه. مطلقه من المحكمه. تمام. ايه الاوراق اللي مع حضرتك اللي هي بتقول ان هي ليك حق فيها؟ مش انا اللي ليا حق اولادي. ولاد ايه الاوراق دي اللي هي ليهم حق فيها اولادك؟ اوراق ايه؟ الورث مع جوزها. ان هو واخد من ابويا مثلا 20,000 جنيه في 2004 واولاده معاه، مكتوب كده في الورق كده، هو مخلف مثلا هو واولاده، واخد من ممدوح مبلغ 20,000 جنيه، ولا يصح ليه في يوم من الايام ان هو يرجع ويقول انا ما خدتش. تمام، مفيش، هنرد على حضرتك. حاضر، ميرسي، شكرا ليكي، اتفضل. طبعا هو لو معاهم اوراق طبعا تثبت حقهم دوت، بيقوموا برفع دعوه. طبعا لو الورق دوت يندرج تحت بند ايصال امانه زي ما قلنا في الاطراف دي، بيترفع تحت بند ايصال امانه. لو معاهم اي ورق عرفي بيتقدموا للمحكمه برفع دعوه مطالبه بحقهم دوت. وطبعا الدعوه دي ساعتها ممكن بتحال التحقيق او بتحال التحريات، المحكمه بتحلها عشان تثبت الحق دوت بجانب الورق، وتحت طبعا بتاخد حقها طبعا، هل هو حق اولادها يعني. تمام. ومذاكر مشاهدينا الاعزاء، لو حابين تتواصلوا مع استاذ رامي صبحي شفيق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله عبر الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، او من خلال صفحته الرسميه على الفيسبوك رامي صبحي شفيق المحامي. نرجع برضو لموضوع حلقتنا النهارده، وهل يجوز التوقيع على ايصال امانه على بياض؟ طبعا ما ينفعش اوقع ايصال امانه على بياض. انا النهارده كمحامي لما بيجي لي مثلا متهم اللي هو موقع الايصال دوت، لما بيترفع عليه دعوه بيصبح متهم، لما بيقول لي انا وقعت ايصال امانه على بياض، طبعا انا كده ده ايصال بالنسبه لي الحكم فيه البراءه، لان طبعا الايصال اللي بيتوقع على بياض بيفقد ركن اساسي من اركان ايصال الامانه، وهو ركن التسليم. فبالتالي المحكمه في اول جلسه انا بطعم التزوير في صلب الايصال دوت، وبقول بدفع بانتفاء ركن التسليم، فالمحكمه بتحيل الموضوع للطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير. لو فعلا التقرير جه بيقول ان صلب الايصال وقع على تاريخ لاحق للتوقيع، ساعتها انا باخد براءه لانتفاء ركن التسليم. طبعا ما ينفعش نوقع ايصال امانه على بياض، لان في ناس كتيره قوي النهارده انا حضرتك وقعت لي ايصال على بياض، ففي ناس بتفرح ان هو معاه ايصال على بياض، يحط المبلغ اللي هو عايزه ويحط الاشخاص اللي هو عايزهم ويضغط على الشخص الثاني اللي هو موقع الايصال. طبعا دي معلومه خاطئه خالص، والايصال ده بيبقى فيه احكام براءات طبعا. تمام. طيب، هل يصح توقيع الموظف على ايصال امانه لاستلام عهده او ممكن كشرط تعيين؟ يعني في بعض الشركات بتدي الموظف ان هو مثلا هيسلم عهده لشركه ثانيه او مندوب ثاني، فهل هو يعني يصح ان هو يوقع على ايصال امانه؟ اولا ما ينفعش يكون في علاقه مدنيه بين اطراف الايصال، يعني ما ينفعش النهارده انا اكون موظف عند حضرتك في شركه واجي اوقع لك ايصال. ثانيا انا النهارده لو موظف عندي بيستلم عهده، انا بمضيه على ايصال استلام عهده. مثلا المندوب ده لو معاه بضاعه وبيبيعها مثلا لكذا، عندي كذا كذا شخص عندي، فانا بمضيه على ايصال استلام عهده، وان فلوس العهده دي هو ملتزم بتحصيلها، لكن ما ينفعش طبعا امضيه على ايصال امانه، لان ده طبعا كده شك جنائي، فده حاجه طبعا غلط. يعني هو ده مختلف عن ده. اه طبعا. وبالنسبه برضو لو حد رايح يعمل انترفيو واتقبل في الشركه
وبرضه بيمضوه على هو شرط دلوقتي بقى جزائي من مصوغات مثلا التعيين ينزل. 100,000 جنيه او مثلا سي 10,000 جنيه لو انت سبت الشغلانة عندنا في الشركة. الحاجات دي تتكتب كشرط جزائي في عقد، بس ما يمدوش اصل امانه. لو هتتكتب تتكتب كشرط جزائي في عقد، والشخص ليه حريه ان هو يقبل او لا. لو المبلغ شافه صغير وان هو يعني هو متقبله وبيوقع عليه بعقد، لكن مش في ايصال امانه. ما ينفعش يمضي ايصال امانه وانا النهارده راح اشتغل عند حد امضي على ايصال امانه. تمام. طيب بالنسبه هل يجوز توقيع ايصال امانه ضمن اقساط شقه؟ يعني انا رحت مثلا رايح اشتري شقه جديده تمام ودفعت نص المبلغ والمبلغ الباقي هقسمه على اقساط، تمام هل يدفع الاقساط دي ادفعها ما ايصال امانه؟ ينفعش ان انا اوقع ايصالات امانه ضمانا لاقساط شقه. ان المفروض ان انا النهارده معايا عقد بيع ابتدائي، طالما عقد بيع على اقساط ان بيتكتب فيه ثمن الوحده ديت، وبتتكتب الاقساط دي بموجب العقد. في بعض الشركات دلوقتي بقوا بيعملوا شيكات بنكيه وبربط الشيك ده بالعقد. يعني انا عندي النهارده بقول ان الاقساط ده القسط كذا ويستحق بمقابل الشيك رقم كذا بنك كذا. لكن النهارده انا لما اجي اعمل عقد ابتدائي واوقع ضمانه ايصالات امانه، فانا كده على فرض ان انا تعثرت في قسط من الاقساط دي، بخلاف ان انا هيتفسخ عقدي وممكن الفلوس اللي دفعتها ان هي تروح عليا، بل ان هو كمان ممكن يرفع عليا ايصال الامانه ويتهمني بجنح التبديد ايصال الامانه دوت، ويبقى كده انا خسرت من ناحيتين. طبعا ما ينفعش اوقع على ايصال امانه ضمانا لاقساط شقه. تمام. معانا اتصال هاتفي، استاذ شافعي اتفضل. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اتواصل مع الاستاذ بس. اتفضل استاذ رامي مع حضرتك. اهلا وسهلا اتفضل. ماشي يا استاذ رامي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا السنه اللي فاتت عملت حادثه بالمكنه، اتصدمت يعني ونش انقاذ قطع عليا الطريق. تمام. فاتصدمت واغمى عليا ودراعي انكسر. تمام. من فوق الكسوه كده وركبت شراح مسامير على حسابي. الف سلام عليك. تمام اتفضل. الله يسلمك. فهم في امين الشرطه لما عمل المحضر كتب في المحضر تم الصلح. تمام. مقابل ايه؟ واحد تاني هيعمل لي ايه؟ هيعالجني، مضى على اقرار ان هو ايه؟ مش واصل امانه، اقرار بانه هو هيعالجني. تمام. وما جاش. تمام. خد راح وخد الورق. تمام. وعلى كده عمل كتب في المحضر تم الصلح، يعتبر موت حق خالص في الايه؟ في القانون. تمام. ما عرفتش اوصل لحق خالص. طب الورقه اللي هو موديها لك دي فيها بياناته كامله؟ يعني فيها رقم بطاقته وفيها اسم رباعي وفيها بياناته كامله؟ يا فندم كان كاتب رقم بطاقته ناقص وجبناه من احوالنا دي نعمل العباسيه كملته. تمام. ومعايا هل الوصل الامان الاقرار ده تمام يسلمني حقي اعرف اوصل مع الراجل ده لحقي ولا؟ طبعا بتحقق. طبعا انت ممكن تطالب بموجب الايصال دوت باجماع تكلفه علاجك طبعا منه، بس عشان بعد كده لما تتعرض لموقف زي كده لازم تاخد رقم القومي كامل، وطبعا لازم يكون اسمه طبعا بالكامل صحيح طبعا. فندم وقت الامانه ده الاقرار ده مش فيه شهود ينفع؟ مع مش عارف فيه شهود ولا لا؟ لو ما فيهوش شهود هو كده طالما موقع عليه خلاص الموضوع مضمون، ما تقلقش يعني. بترفع بيه بتسترد تكلفه العلاج بتاعك. طب وهو لما مش عارف انا نسيت. شكرا لحضرتك، شكرا لاتصالك. ولو حضرتك حابب تتواصل مع استاذ رامي المحامي الارقام موجوده على الشاشه. نرجع لموضوع حلقتنا، وبرضو احب اسال حضرتك ازاي اطلع براءه لو وقعت على ايصال امانه على بياض؟ طبعا احنا قلنا ايصال امانه على بياض دوت مش ما ينفعش نوقع ايصال امانه على بياض، بس على فرض انا النهارده عندي جالي موكل وقع ايصال امانه على بياض، بحضر في اول جلسه في المحكمه زي ما قلت لحضرتك وبطعن بالتزوير في الايصال دوت. طبعا لو الايصال دوت الصلب كله اللي هو مقصود بيه كل ما فوق التوقيع هو ما مدهوش، بطعن بالتزوير في صلب الايصال، وطبعا المحكمه بتحيل الموضوع للطب الشرعي قسم ابحاث تزييف والتزوير. وطالما اثبت فعلا ان صلب الايصال دوت مزور وان هو اتكتب بتاريخ لاحق لتاريخ التوقيع، طبعا انا باخد براءه في الايصال ده زي ما قلنا. هل شرط اخذ صوره البطاقه من الموقع عليه ايصال الامانه؟ يعني انا لازم اساسي ان انا اخد صوره البطاقه؟ ده موضوع مهم جدا جدا جدا. صورة البطاقة دي شيء أساسي. أنا النهاردة قلنا لازم أما أجي أكتب إيصال الأمانة أكتب بيانات الشخص اللي هيستلم مني الأمانة دي، بيانات كاملة، اسم رباعي، عنوانه بالكامل، رقم بطاقته بالكامل. ولازم طبعا رقم البطاقة بعد ما يكتب البيانات دي أنا أمسك الإيصال وأتأكد من البطاقة الشخصية بتاعته إن أرقام البطاقة اللي مكتوبة دي أرقام كلها صحيحة، اللي هم الـ 14 رقم، ويتكتبوا بالكامل مش ناقصين منهم حاجة.
فالنهارده انا لو ما خدتش منه البطاقه وهو بسوء نيه كتب رقم في الايثار، رقم بطاقه رقم واحد بس غلط، فانا بالتالي الحكم اللي هجيبه ده ممكن ينزل على شخص تاني تشابه اسماء، وهخش في قصه تانيه خالص هتعطل لي مصيري عشان اوصل ليه. فطبعا لازم طبعا اخد صوره البطاقه لان دي هتقرب عليا مسافات كتيرة قوي في مرحلة التنفيذ. حتى لو هو كاتبها الرقم غلط مثلا او نسي رقم؟ لا طبعا، ما هو انا لما بيكتب ايصال الامانه اتاكد من ان الرقم منه ساعتها، واخد صوره من الرقم القومي بتاعه اللي هي بطاقه الشخصيه بتاعته وتكون ساريه. طبعا دي نقطه حضرتك مهمه جدا للساده المشاهدين، ويا ريت يا جماعه تهتموا بيها، اهم حاجه الرقم القومي على ايصال الايمان. معانا اتصال هاتفي، اتفضل. الو، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، لو سمحت عاوز نتواصل مع الاستاذ. استاذ رامي مع حضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. لو سمحت يا دكتور يا استاذنا، احنا كنا خدت ابننا انا واحده من كفر الدوار وقعدت عندنا حوالي من 3 سنين. تمام. وما صور والعيش قصر واتطلقت واتفقنا في محكمه ابو حمص على مبدا. تمام. ايه هو المبدا؟ ان احنا العيل يجينا كل شهر 3 ايام. تمام. واحنا ندوا له 300 جنيه في الشهر، يوم ما يجي يروح من عندنا ياخذ 300 جنيه. تمام. ف رحت لابوها، يعني احنا طلقنا يوم 25/5/2017. كان اول يوم في رمضان، كان يوم الحمد لله اللي ربنا عداه يوم على خير، يعني طلقنا يعتبر غصب من عندنا بمرضه خطيبنا. تمام. فرحت انا يوم العيد، خدت هدايا معايا وخدت الفلوس وخدت معايا راجل كويس من عندنا من المنطقه من هنا. رحنا يا عم الفلوس اهيت وهدايا للعيل وكل سنه طيبين، وخدت لها زي ما خدت لعيالي. تمام. من الحياه اللي هي بتاعت العيد ديت والكلام من دي. فالراجل قال لي لا. تمام. ما الواد مش هروح لكم. يا عم احنا متفقين وكاتبين شروطات بيننا وبين بعض في المحكمه عندنا في ابو حمص. قال لي العيل هو بقى مش هروح لكم الا لما يكبر ويقرر انه يجيكم ولا ما يجيكمش. قلت له ما وصلناش للموال ده، وخلينا احنا نقابلوا بعض ناخذوا بعض بالحضن احسن ما نقابلوا بعض وكل واحد يدي وش للشقه الثاني. تمام. المهم قعدنا بتاع ساعه نتكلم مع الراجل انا والناس اللي معايا، ما فيش فايده، ما في برضه ما رفض ان هو يدينا العيل او ايه. انت المشكله عند حضرتك دلوقتي طلق النهارده بقى له سنتين احنا ما شفناش العيل. تمام. انت المشكله عندك دلوقتي هي في رؤيه الطفل دوت، صح كده؟ ان احنا يعني انا اخذت احكام بالرؤيه، ما فيش فايده، ما تنفذش منها حاجه، خدت يعني ما مش سقت عليه يعني عمده كفر الدوار. ازاي احكام الرؤيه ما تنفذتش؟ احكام الرؤيه دي مش نهائيه. خششته في الموال، ما فيش فايده برضه، الراجل ده مش عارفين نجي له من اي طريق. كان طب هنرد على حضرتك. حاضر، تمام، شكرا لاتصال حضرتك. طبعا احكام الرؤيه اللي معايا ديت هي لو احكام رؤيه نهائيه طبعا وما تمش الالتزام بيها طبعا بيرفع دعوه اسقاط حضانه، وبياخد ساعتها الولد دوت بيبقى في حضانته هو، لان هو هي ما التزمتش بمواعيد الرؤيه اللي هي المحكمه حكمت بيها. تمام. برضو اخر سؤال، ايه هي اجراءات رفع وصل الامان؟ اجراءات رفع وصل الامانه، هو في اجراء قبل رفع وصل الامانه انا بفضله جدا، لان بيوفر علينا برضو في 40% من الناس بتستجيب لي، وهو ان انا اعمل انذار للشخص اللي موقع لي على ايصال الامانه، اقول له فيه ان انا بنذرك ان انت تدفع قيمه ايصال الامانه بمبلغ وقدره كذا في ميعاد اقصاه كذا، ولو ما امشي بان هو دفع المبلغ دوت انا بقوم بتقاضيه. فهو هنا في بعض الناس لما بيحس ان انا هبدا اخد طريق قانوني بيبدا يقلق من كده، ويبدا يجي ان هو يتفاوض او بيجي يسدد. ما سددش طبعا بيبقى عندي طريقين ان انا ارفع بيهم ايصال الامانه. اول طريق خالص ده عن طريق ان انا برفع الايصال ده في المحكمه جنحه مباشره على طول، طبعا انا مش بفضل الطريق دوت. وفي طريق تاني ان انا باخد اصل الايصال وصوره منه، وباخد صوره بطاقتي، وبتوجه على اسم الشرطه التابع لي اللي هو الشخص اللي استلم مني الفلوس اللي هو يعتبر متهم. ونقطه اسم الشرطه دي نقطه مهمه جدا، لان معظم الناس لما تيجي بيبقى معايا النهارده وصل امانه، اجي اروح ارفعه على الشخص اللي استلم مني الامانه دي وما التزمش بيها، بروح ارفعه في الاسم التابع ليا، طبعا دي حاجه غلط جدا. دي حاجه نقطه حضرتك بتشيرها للجمهور. طبعا بروح الاسم التابع لي محل اقامه الشخص اللي استلم مني الامانه. وليه مكتوب الرقم القومي ومكتوب عنوانه. تمام. كل ده تمام، عشان طبعا دي هتسهل عليا عمليه التنفيذ، لان انا لازم اقضيه في محل اقامته. النهارده لما اجي ارفع في الاسم التابع ليا انا، هنيجي النهارده في مرحله التنفيذ هيقول لك هو مش تابع دايره الاسم عندي.
فلازم ارفع الايصال في الاسم التابع لي ايه محل اقامه الشخص اللي استلم مني تلك الامانه. طبعا بعد كده المحضر بيروح النيابه العامه وبالمحامي بيتابع المحضر من النيابه العامه لحين ان هو لحد ما ينزل جلسه. ودي الطريقه اللي هي الاسلم ان انا بفضلها بخلاف طريقه المحكمه. ليه بقى؟ لان لو برضه اشرح لنا طريقه المحكمه عشان يبقى المشاهد فاهم ايه الفرق بين الطريقتين. طريقه المحكمه ان هي طريقه الجنحه المباشره، ان انا بقوم برفع الايصال على طول في المحكمه، بس دي فيها عيب واحد. انا طبعا برفع الايصال بيتحدد لي جلسه في المحكمه، بحضر في الجلسه، لا اما المتهم بيحضر بسدد قيمه الايصال او ما بيحضرش بيتحكم عليه. بس الفرق بينها وبين ان انا ارفع جنحه غير مباشره عن طريق الاسم في حته درجات التقاضي في مرحله الاستئناف، لو انا عامل المحضر ده باسم الشرطه جنحه غير مباشره لازم المتهم يحضر بشخصه، فما قداموش غير حلين، لا اما هيصبح الحكم نهائي عليه لا اما يجي ويسدد. طب لو هو ما حضرش؟ لا، في مرحله بقى ان انا رفعت الايصال ده عن طريق المحكمه ممكن ما يحضرش الاستئناف، يوكل محامي عادي. عادي. وياخد حكم؟ وياخد حكم بس انا الفكره انا لما برفع عن طريق اسم ان انا بجبره ان هو يحضر في الجلسه ليسدد. لان ساعتها المحامي بتاعه لو حضر المحكمه مش تسمع له، لازم يحضر بشخصه الاستئناف. ده شيء مهم جدا ونقطه مهمه حضرتك اشرت ليها. وفي نهايه حلقتنا بنشكر استاذ رامي صبحي شفيق المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، وشكرا على المعلومات القيمه اللي حضرتك اتكلمنا النهارده. وان شاء الله انتظرونا في حلقات جديده، ويا رب مشاهدينا الاعزاء تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده. انتظرونا الاسبوع القادم في نفس الميعاد. كانت معكم نورهان محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.